استعرضت مملكة البحرين تجربتها الرائدة في الحصول على بيانات تعداد السكان باستخدام السجلات الإدارية عوضا عن اعتماد الزيارات الميدانية التقليدية، وذلك خلال جلسة افتراضية عقدتها الأمم المتحدة تحت عنوان تحديات استخدام السجلات الإدارية وتكامل البيانات في تعداد السكان والمساكن. وشاركت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في جلسة المنتدى العالمي للبيانات للعام 2020 التي حضرها مجموعة من صناع القرار الإقليميين والدوليين وكبار خبراء قطاع الإحصاء والبيانات، حيث استعرضت الهيئة تجربة المملكة باعتبارها أول دولة خليجية تحقق هذا التحول، مشيرة إلى المشاريع والمؤسسات المبتكرة التي تم إنشاؤها لتعزيز الأداء في هذا المجال.